بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. طبعا مثل ما تعرفون ان هذه الوحدة تحتاج الى تنظيف زين، وتحتاج ايضا الى فك وغسيل، ولكن راح انظفها مثل ما تعرفون بهذه المنتجات التي سبق ان تكلمت عنها سابقا. ولكن البعض الله يحفظكم يظن ان هذه المنتجات هي الافضل لتنظيف المبخر أو الشبك الداخلي للوحدة الداخلية، وهذا شيء خطأ. هذه المواد فقط ممكن تعطيك نسبة تنظيف من 30 إلى 40%، وممكن أيضا نقول 50%، ولكن يعتمد الله يحفظكم على حجم المبخر في الوحدة الداخلية، إذا كان من طبقة واحدة أو طبقتين أو عدة طبقات زين. وبالتالي لابد لك من الغسيل. هذه ممكن راح تعطيك تنظيف مقبول، ايضا راح تعطيك قوة هواء اضافية افضل عن السابق زين، ولكن لا ما راح تغنيك عن الغسيل الكامل. واقصد بالغسيل الكامل هو فك الجهاز اذا كنت تقدر، أو إنك تخلع المروحة تغسلها، تخلع الحوض تغسله، وتعلق الشبك. إذا ما قدرت فك الجهاز بالكامل راح يكون أسهل ممكن وأفضل من ناحية الغسيل والتنظيف الفعال زين. طبعا حاط المروحة على هاي في هذا الجهاز، وراح أقيسه في هذا الجهاز زين. نقيس قوة، صراحة هشغل الإضاءة عشان تشوفون زين. راح نقيس قوة دفع الهواء، نشوف في عدة أماكن كم راح يعطينا أفضل مكان ممكن نحصل عليه. طبعا حاليا يعطينا 3 فاصلة، أعطانا 4، 4 متر بير سكند أو 7360 سيفر. راح ندور أماكن أخرى، 4.5 زين، نشوف أفضل مكان ممكن راح يعطينا زين. أربعة فاصلة ثمانية زين، عدل هذا شوية، ندور على أفضل مكان صراحة. وراح نشوفه بعد التنظيف كم راح يعطينا الفرق. زين في القراءات راح نبند الجهاز زين. طبعا حاليا صار له مدة بسيطة شغال، فذلك درجات البرودة ما راح تكون مهمة بالنسبة لنا في هذه المرحلة زين. لحظة المروحة، المهم جدا انك تغسل المروحة، ما راح نستطيع ان نغسل المروحة ونفك المروحة. 5 درجات راح نبدأ بالتنظيف. ممكن راح استخدم هذا أو هذا أو هذا، ممكن راح استخدم هذا أشوفه، أو ممكن هذا، جرب هذا. طبعا هذا المركبات لكن منظف عام كلين، ما أدري شو. نطفي الجهاز، نخلع القطب الكامل، وأيضا راح ننظف الفلاتر، الفلاتر
الفلاتر نظفناها بالأمس، ما يحتاج ننظفها. أنا أثناء هذه العملية الأفضل أنك تنزع الغطاء وتترك الواجهة بهالشكل، أساس أنك تحصل صراحة المجال زين لرش المادة بشكل سليم وأيضا التنظيف الجيد. أجرب هذا صراحة، أحمي مناطق الكهرباء أو مفاتيح الكهرباء زين، وأبدأ الرش. خذ العلبة طبعا، عندك أماكن الكهرباء هذه الأفضل صراحة إنك تغطيها زين. قبل نكمل راح نغطيها. البس كمامة أيضا، نظارات باقية. لا تنسى البخر الخلفي. طبعا هذا في هوز بإمكاننا أن نوصل صراحة نوخ مباشرة للبخر الخلفي. راح أوقف التصوير لأني راح أحتاج استخدم الإيدين.
عاود تشغيل الجهاز. نضغط المروحة على الهاي تبريد درجة الحرارة 20. راح نقيس أيضا سرعة الهواء. طبعا لا يوجد صراحة أي تغيير كبير في قوة سرعة الهواء أو قوة دفع الهواء. ممكن التبريد راح يكون أفضل، وبالتالي أعيد وأكرر أن هذه المنتجات لا تغني صراحة زين عن غسيل الوحدة، لكن ممكن راح تكون الحل الأول، حل أولي انك تنظف الجهاز وتشوف خدمتك زين. لم تخدمك راح تحتاج انك مثلا بعد فترة شهر او شهرين تفك الجهاز بالكامل وتغسله. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومة، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى من تعلم مع جمال. اذا اعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الاعجاب، وايضا نشر بحباكم. نشوفكم على خير ان شاء الله.